فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن طلاب في إحدى الدول الأجنبية، ولا يوجد مسجد قريب منا إلا على بعد 35 كيلو، فنضطر لإقامة صلاة الجمعة في إحدى الفصول الدراسية في الجامعة، فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل يشترط عدد معين لإقامتها؟ ما تقيمونها إلا مع مستوطنين، أنتم لستم مستوطنين. من شروط صحة الجمعة الاستيطان، إذا كان هناك مسلمون في البلد مقيمون مستوطنون تقيمونها معهم تبعا، وأما غير المستوطن فلا يصلي جمعة. نعم، لأنه فاقد للشرط الاستيطان. نعم. يقول: في أن يأتينا بعض المستوطنين ليصلوا معنا، فهل هذا كاف لإقامتها؟ إذا كان معكم مستوطنون فلا بأس، كان معكم مستوطنون فلا بأس. نعم، حصل الشرط. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.